كلنا معرضون للخطر، لكن في المنزل من يستطيع أن يخرج من هذا الخطر بأقل الخسائر، وهناك من يخرج بخسائر كاملة. كيف نتفادى هذه الخسائر؟ أولاً بتجهيز المنزل لمثل هذه الحالات من خلال توفير اسطوانة إطفاء يدوية صالحة للاستعمال ومعروفة المكان للأسرة، توفير صندوق إسعاف أولي يحتوي على المواد الضرورية. كرب أسرة أتأكد أن أفراد العائلة لديهم معرفة بأرقام الطوارئ للاتصال بها عند الحاجة، إجراء صيانة دورية لشبكة الغاز والكهرباء من قبل مختصين، صيانة مصارف المياه وتجهيزها قبل فصل الشتاء من خلال فتحها وإزالة الشوائب منها، تثبيت خزانات المياه والألواح الشمسية وغيرها من الأجسام الموجودة على أسطح المنازل حتى لا تكون عرضة للتطاير في الرياح السريعة، تدريب أفراد الأسرة على مهارات الإسعاف الأولي وعلوم الدفاع المدني من خلال إلحاقهم بمثل هذه الدورات لمواجهة المخاطر المختلفة. ودائما نتذكر عند الخطر الاتصال بأرقام الطوارئ الدفاع المدني 102 والشرطة 100 والهلال الأحمر 101. مع تمنياتنا بالسلامة لكم.